الآن ينضم إلينا مراسلة تلفزيون العربي من غزة صالح الناطور، ومن القدس أمير الخطيب. أمير، دعني أبدأ معك. المشهد المقدسي بتفاصيله، نظفت ساحة الأقصى وفي استعدادات لعودة المصلين الليلة، أيضا امتدت خارطة المظاهرات التضامنية. التفاصيل لو سمحت. نعم ديما، جميع الصور في هذا المشهد الذي تتحدثين عنه تشي وتدل على أن التصعيد قادم لا محالة هذه الليلة وفي الأيام القادمة. أيضا نبدأ من حملة الاعتقالات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي استهدفت حتى هذه اللحظة، وبحسب نادي الأسير الفلسطيني هنا في مدينة القدس، استهدفت 23 شابا فلسطينيا. هذا بالتوازي مع التعزيزات الأمنية الإسرائيلية في نقاط مختلفة مركزية عند مداخل البلدة القديمة من مدينة القدس، وأيضا في حي الشيخ جراح المغلق تماما الآن أمام دخول المتضامنين والزوار، حتى مسموح فقط للمستوطنين حملة الأسلحة بالدخول إلى هذا الحي. توتر شديد و أجواء مشحونة واضحة في مدينة القدس المحتلة، هذا من جانب. من جانب آخر، سلطات الاحتلال الإسرائيلية وأيضا الشرطة الإسرائيلية أقامت حاجزا عند مدخل مدينة القدس تمنع من خلاله حافلات المصلين القادمين من الداخل الفلسطيني داخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى المبارك. المصلون القادمون من الداخل الفلسطيني أبوا أن يعودوا إلى بلداتهم وقراهم في الداخل الفلسطيني، والآن نشهد مبادرات فردية من أهالي مدينة القدس المحتلة من خلال استقدام هؤلاء المصلين بمركباتهم الخاصة وحافلاتهم الخاصة إلى مدينة القدس حتى يكونوا حاضرين هذه الليلة في الحرم القدسي الشريف وفي المسجد الأقصى المبارك. هذا من جانب. من جانب الإجراءات الإسرائيلية، وقد انتهت الجلسات التقييمية التي شارك فيها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل تتصرف بمسؤولية لضمان حرية العبادة. حرية العبادة ربما التي يقصدها هي التي رأيناها يوم أمس من خلال اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك. هذا من جانب. من جانب آخر، وبحسب المراسل العسكري لموقع والله الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، يقول إنه من المتوقع بلوغ ذروة للمصلين في الحرم القدسي الشريف، وبالتالي هناك تخوف من اندلاع مواجهات وأحداث عنف. يقول أيضا إن الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال ستتعزز، بما في ذلك أجهزة المخابرات التي تستعد مع زيادة القوات. ويقول أيضا إن الهدف من هذه التعزيزات هو احتواء أي مواجهات ومنع تسلل العنف إلى الضفة الغربية المحتلة. إذن إشارات كثيرة من القدس، كما تحدثت أمير، توحي بأن التصعيد قادم لا محالة. ما المشهد من غزة يا صالح؟ يبدو أن التصعيد التدريجي هو العنوان في هذه الأوقات. نعم ديما، فصائليا يمكن القول أنها بدأت الفصائل الفلسطينية بترجمة ما صرحت به على مدار الأيام الماضية، واستمر حتى اليوم من تحذير سلطات الاحتلال من الاستمرار في الاعتداءات على القدس والمسجد الأقصى. ترجمت هذه التصريحات كانت اليوم مع استمرار إعلاء وحدات الإرباك التي تطلق عليها وحدات الإرباك الليلي بإطلاق البالونات الحارقة أولا باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا بإعلانها عن تنظيم هذه الليلة أيضا تظاهرات ليلية في عدة مناطق أو في عدة نقاط تماس مع قوات جيش الاحتلال على المناطق الشرقية من القطاع، وأيضا إشعال الإطارات كما هو معلن في تلك المناطق، في مشهد يعود بالأذهان إلى ما كان في مسيرات العودة التي توقفت في وقت سابق. هذه الترجمة الفعلية تأتي أيضا تزامنا واستمرارا لتصريحات مسؤولين
سواء على المستوى السياسي أو العسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه استمرار هذه الاعتداءات في القدس، هذه من ناحية، وأيضا استمرار دعوتها لكل الفصائل لكل الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة أو في القدس إلى الاستمرار في التحرك وهذه التظاهرات والتوجه إلى نقاط التماس والاحتكاك مع جيش الاحتلال والحواجز الإسرائيلية وأيضا النفير إلى الأقصى. كل هذه الدعوات مستمرة حتى هذه اللحظة، حتى قبل ساعة من الآن كان هناك أيضا بيانات صحفية، لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أصدرت بيان صحفي تدعو فيه إلى التحضير والاستعداد إلى المواجهة في ليلة 28 من رمضان، والذي كان جرى الحديث عنها في وقت سابق من قبل مسؤولين سواء في حركة حماس أو في فصائل فلسطينية أخرى، مع الأنباء التي تتوارد عن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في هذه الليلة. الكل يريد أن تكون هذه ليلة مواجهة، ليلة ومعركة حقيقية مع قوات الاحتلال. بدأت إرهاصات هذه المعركة ومؤشراتها من عدة أيام، وهي الآن تترجم فعليا بهذه الخطوات التدريجية، والذي يتوقع البعض إذا ما استمرت بهذه الدرجة أن تذهب غزة إلى يعني مواجهة ربما محدودة مع قوات الاحتلال. لكن هناك رأي يقول أن الفصائل ستبقى تحافظ على حدود معينة لهذه المواجهة حتى لا تنقل المعركة من القدس إلى غزة، وأن تبقى ساحة المعركة هي القدس والمسجد الأقصى، وهي هي الساحة الحقيقية في هذه الفترة. طبعا سنستمر بالمتابعة معكم حيال التطورات المحتملة من غزة. صالح الناطور من القدس، أمير الخطيب، شكرا لكما.